أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من العزة على الجبل. أنا موجود في الصحراء الجنوبية ورح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الصوم. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة حتى تكون سبب بركة لحياتك. مثل ما شايفين عم نحاول نتحرك في عدة مواقع كتابية. طبعاً العزة على الجبل كانت حول بحيرة طبرية، لكن منحاول نقرب الفكرة أكثر في مواقع حدثت في العهد الجديد مثلاً مثل الصوم. فابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، إحنا موجودين في الصحراء الجنوبية، هذه الصحراء اللي منسميها مدرسة رجال الله. في هذه المنطقة طبعاً كان داود النبي يتحرك من مكان إلى مكان، ولما الرب يسوع المسيح صام 40 يوم كان موجود في هذه المنطقة في هذه الصحراء. وطبعاً إذا عندك عين النسر، يعني في جبل، هي قمة جبل بسموه جبل القرنطل من كلمة كارنتين اللي هي بتعني 40، لأنه المسيح صام 40 يوم. وطبعاً لا ننسى أنه موسى كمان رجل الله صام 40 يوم واربعين ليلة في الصحراء، صحراء سيناء، وعلى جبل سيناء طبعاً الرب أعطاه الشريعة، والرب صام 40 يوم وابتدأ بالخدمة طبعاً بعد صوم 40 يوم. واليوم أنا عاوز أتكلم من كلام يسوع، خلوني أقتبس لو سمحتوا. قال يسوع: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في السماء، أبوك الذي في السماء هو يجازيك علانية. أحبائي، طبعا الكتاب المقدس كله بيتكلم عن أصوام كثيرة. موسى صام، صموئيل صام، داود صام، طبعا في العهد القديم إستر صامت، وهكذا أصوام لمناسبات كثيرة، كان في أصوام لافتقاد إلهي، لزيارة إلهية، لتوبة، للرجوع، وهكذا. لكن الرب يسوع هون مش بيتكلم عن نوعيات الأصوام، ويمكن إن شاء الله الرب بيعطينا فرص نتكلم عن الصوم في الكتاب المقدس. لكن خليني أبتدي بالنسبة لليهود، يعني بحسب الشريعة كان عندهم يوم واحد اللي هو فيه صوم، اللي هو بسموه يوم الكفارة. كان يصوموا من الصباح إلى المساء بدون أكل وبدون أي شرب، والكتاب بيقول ليذللوا طبعا نفوسهم. الفريسيين في أيام المسيح كانوا يصوموا يوم الاثنين ويوم الخميس في مواعيد السوق يعني. فلكن في أصوام كثيرة، لكن مش بيحكيها طبعا إجبارا، لأنه الكتاب يقول ومتى صمتم. هذه الأصوام اللي في الكتاب المقدس دائما بتشوف إلها مرجعية واحدة، إنه دائما يعني بذلل نفسه حتى يعني يكون في محضر الله، وحتى فعلا يكون في حالة توبة، ويكون أيضا في حالة صلاة. هذه أنواع الصلاة اللي كان بمرسوها في أيام المسيح. شو المشكلة؟ مش الصوم، لأنه الرب يسوع صام 40 يوم. المشكلة أحبائي في كيفية أو طريقة الصوم أو في دوافع الصوم. لاحظ الكلام: ومتى صمتم، يعني الرب بيتوقع أنه نصوم، وحتى هو تكلم أنه لما العريس يرفع بيتكلم عن نفسه، ساعتها ممكن تصوم. لكن الفكرة من الصوم مش عم بيحكيك إجباراً،
لكن أنت بتصوم من دوافع محبة أو في شيء معين على قلبك. هذا الصوم اللي بيتكلم ومتى صمتم صوم اختياري طبعاً، سواء كان فردياً أمام الرب، في عندك مثلاً طلبة معينة من أجل بيتك، من أجل أولادك، من أجل ظروفك، ومرات بيكون الصوم هو عبارة عن حرب روحية، هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، أو أحياناً بيكون يعني صوم كنسي، الكنيسة عم بتصوم كلياتها من أجل مثلاً افتقاد إلهي لبلدنا أو لموضوع معين. الصوم اللي بيتكلم عنه يسوع يعني هو الدافع من جوا، زي ما بيتكلم عن دوافع الصلاة بيتكلم عن دوافع الصدقة والعطاء، كمان بيتكلم عن دوافع الصوم. أنا ليش بصوم؟ شو الهدف من الصيام تبعي؟ هل أنا بصوم حتى الناس تشوفني؟ ولا أنا بصوم لأنه فعلاً في محبة خاصة وشغف خاص مولع في حب الرب؟ ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. We don't know exactly where the Sermon on the Mount took place. After all, surprisingly for most people, the Holy Land is full of hills and mountains, and what we call a mount might as well have been a hill. But I think the thing that's important to think about when we talk about the Sermon on the Mount is that in the Gospel of Matthew, Matthew is clearly making a parallel between Jesus giving a sermon on a mount and Moses speaking to the people from Mount Sinai. So for the first readers of the Gospels who would hear this story, they would associate what is happening with Moses as the background character and Jesus speaking forth his understanding of the law and the prophets. قال يسوع ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. يعني الفكرة في الدوافع الخطأ إنه عم بصوموا عشان الناس تشوفهم إنهم صايمين. الصوم الصحيح أحبائي طبعا بقوينا روحيا، والصوم كتير مرات بفيد للصحة، وكتير مرات إحنا منصوم حتى نتعاطف مع الناس اللي بتمر في ظروف صعبة، يمكن نتخلى عن بعض الوجبات لأنه ممكن نوفرها حتى نساعد في أماكن أخرى. وطبعاً في أسباب عديدة في الصوم سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. كتير مرات منصوم من أجل التدريب والتهذيب حتى فعلاً نتقوى روحياً. من السهل إنه الواحد يكون عبد لرغباته، عبد لشهواته، فبصوم حتى فعلاً أخضع، أقمع وأستعبد جسدي مثل ما قال الرسول بولس. طبعاً منصوم أحياناً حتى يزداد إلنا تقدير لقيمة الأمور الأخرى. مرات كتير ما منعرف شو الناس بتمر أو في أي حالة بتعاني، فمنصوم حتى فعلاً نشعر بقيمة هذه الأشياء. لكن الصوم أحبائي له عمل روحي عميق جدا، جزء من الصلاة وجزء من الحرب الروحية. أنا لما بصوم بصوم اختيارا، مش بصوم بنقطع على جزء من الأكل، وهذا أوكي يعني ماشي. يعني مرات في ناس بتصوم بتعرف إنه مستعبد لشيء معين من الأكل، فبيخدوا قرار إنه فعلاً عاوز يذلل نفسه حتى يتحرر من هذه الأمور يمكن اللي بتأذيه جسدياً. لكن من ناحية روحية دائماً الصوم فيه عمل جبار، عمل روحي. الصوم بغير أمور كتيرة. لما صلت أستر مع شعبها غيرت قرار الملك اللي كان آمر بالقضاء على كل اليهود في تلك الأيام، ولما صامت نينوى وتابت أمام الرب
الرب عمل أمور عظيمة فعلاً، أنقذ هذه البلدة. فطبعاً الصوم هو مصحوب بالتوبة، والصوم مصحوب بالصلاة، والصوم مصحوب في إذلال النفس، والصوم مصحوب بقوة روحية. أنا لما بدي أستمد قوة عم بصلي حتى فعلاً الله يستخدمني في قرارات كتير. مثلاً الكنيسة صلت وصامت لما ابتدأت الإرساليات، أرسلوا شاول اللي هو بولس وبرنابا، وهكذا. يعني بيتكلم عن دوافع الصوم. ممكن تصوم، لكن أشعية 58 بيتكلم عن الصوم الحقيقي، أنه تكسر خبزك للجائع، أنه حتى فمك يكون يتكلم بأمور اللي بتمجد الله، مش أي كلام مجرد عشوائي أو تلقائي. فإذن كان المشكلة الصوم للحصول على المديح ومجد من الناس. لكن لو أدركنا قوة الصوم، الصوم هو السلاح. وعلى فكرة اليوم بيحكوا لنا الناس العلماء إنه كتير ناس بتموت بسبب الفقر والمجاعات في كل مكان. وكمان من ناحية تانية، في كتير ناس عم بتموت من كتر الأكل، الطعام اللي بيسبب كل أنواع الأمراض، اللي بيرفع السكري والضغط إلى آخره. أنا طبعاً مش طبيب، لكن الفكرة في الموضوع إنه كتير مرات بنأذي أنفسنا. فالصوم فعلاً بهذب وبيدرب حياتنا، وهو عبارة عن سلاح روحي قوي. الصوم فيه تكريس للآب، أنا أعلن تكريسي ولائي كامل. طبعاً موسى عشان يخدم الرب ويعطي الشريعة كان لازم يصوم. يسوع نفسه صام حتى يبتدي الخدمة. فدايماً الصوم مرتبط في الحرب الروحية، مرتبط في الخدمة، مرتبط في التوبة كمان، إنه نشوف أمور في العالم الروحي، إنه ربنا يتحرك. طبعاً ليس الهدف أو المقصود من الصوم تعذيب النفس، ولا المقصود من الصوم دايت. يعني أنا عم بعمل رجيم في الصوم على أساس يمكن أنا اتخنت لازم أنزلي أكم كيلو، مش هذا المقصود. وليس الصوم يعني الامتناع الكامل أو القليل، لكن في دافع مهم جدا، أنا بصوم حتى ربنا يتعامل معي في شيء معين في هذا الموضوع. أحبائي، المقصود من الصوم مش أنام في ساعات النهار أو في ساعات الصوم بكون نايم فأنا مرتاح مش عم بشعر في الجوع، ولا أنه بمتنع أنه أروح عن العمل، ولا بقلل من ساعات العمل، ولا أنه بتزمر على الناس اللهم أني صائم، ولا بظهر للناس كأنه يعني طالع من السجن، ولا كأنه عم بتعامل مع الناس شوفوني يا جماعة أنا إنسان صايم تعاطفوا معي. لا أحبائي، المسيح بيتكلم عن قوة. إذا صمت ادهن رأسك، اغسل وجهك، انت صايم مش للناس، صايم للرب. الرب يسوع المسيح بيتكلم عن الدوافع في العزة على الجبل، عمل الشريعة داخلية مش المظاهر التدين أو مظاهر البر والتقوى اللي بتفتقر أو تفتقد إلى القوة الداخلية، القوة الروحية. بغض النظر شو صلواتك، بغض النظر شو صدقاتك، بغض النظر شو أصوامك، الصلاة ممكن تكون مكرهة للرب، والصوم ممكن يكون مكرهة إذا اتعمل بنية أو بدافع خاطئ. أحبائي، بالعكس، أنا لما بكون صايم المفروض أكون مهذب، عندي مقدرة على الصبر والتحمل، عم بمارس أعمال الرحمة والمحبة، مش عم بعمل أمور اللي شوفوها الناس يمكن بنهاية النهار بطعم الناس. لا لا لا، الرب شايف الدافع والرب شايف القلب. بتعرف حبائي، الكتاب المقدس بيشجعنا على الصوم، وهذا الصوم فعلا احنا بهالأيام محتاجين نطلب وجه الرب ونصوم من أجل بلادنا ومن أجل شعوبنا ومن أجل كنايسنا، حتى الله يفتقدنا بزيارة خاصة.
وبتعرف أحبائي كلما صلت الكنيسة الرب كان يتدخل وكان يصنع أمور عظيمة. شو رأيكو هيك نبتدي نتحرك في المسار الروحي وربنا يبارك بلادنا؟ ومن هذا المكان بصلي أن ربي يبارك بيتك وأولادك ويعطيك سؤال قلبك. الرب يكون معك.